السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن يكون معك الحق لكنك تقف وحدك في الطريق ولا تجد ناصرا ولا سندا ليس بالأمر السهل، فكيف إن خسرت ولدك وذويك فكانوا أبعد المبعدين؟ ترى ما الواجب الأسري للأب حال انحراف أحد أفراد عائلته؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للمتقين إماما. أهلا وسهلا بكم، في هذه الحلقة الجديدة سأكون معكم أنا نورة نحاس. إذا كنت أباً يعاني من فساد أبنائه وقلبك يتلوع حرقة على ذلك فهذه الحلقة لك فعلاً، لأننا سنأخذ بالعبرة من النبي نوح عليه السلام حين دعا قومه وحيداً وسط غربة موحشة من قبل قومه، فكان الدرس الأول في ذلك حدد هدفك وثابر حتى تصل. فنوح صلوات الله عليه رغم أنه نبي ورسالته حق إلا أنه لبث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 دون كلل أو يأس أو إحباط. قال تعالى: أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ولذلك استحق نوح أن يكون من أولو العزم. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. للمتقين إماما. أما الدرس الثاني من قصة نوح عليه السلام فهو: تجاهل سخرية المعارضين مهما كثروا ودرب أبنائك وأسرتك على ذلك. تخيل معي حالة نوح عليه السلام وهو يبني سفينته على جبل وجميع قومه يسخرون منه، كيف يبني سفينة على اليابسة بعيدا عن البحر؟ قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فما أجمل أن يبقى المربي ثابتا على قيمه مهما خالفه المجتمع، فيكون قدوة لأبنائه في الثبات على الحق. للمتقين إماما. الدرس الثالث: الدعاء يفعل المعجزات. قال تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وهذه مهمة تربوية جليلة علمنا إياها نوح عليه السلام. وربما يسأل سائل: لكن الله لم ينجي ولده على الرغم من حرصه على ذلك. فنقول أن في ذلك درس إضافي من نوح لنا بأننا مأمورون بالدعاء ولسنا مسؤولون عن النتائج. وهذا منهج تربوي يومي ينبغي على كل أفراد الأسرة العمل عليه. للمتقين إماما. الدرس الرابع: العطاء دون انتظار الجزاء. فالخطأ الذي يقع به كثير من المربين أنهم يمنون على أبنائهم برعايتهم وتربيتهم لهم بالرغم أن هذا من واجبهم الفطري والديني، بل يطالبونهم بوفاء الدين. فها هو نوح عليه السلام يعلمنا أصول التربية السليمة بقوله: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. للمتقين إماما. الدرس الخامس: نستلهمه من موقف نوح عليه السلام ببناء السفينة، حيث جمع الألواح الخشبية أمام مرأى ولده وقومه. وكان لنا في ذلك درس خامس وهو التماسك أمام العواصف والتحلي بالحكمة. فقد انسكبت المياه من السماء كأنهار تجري، وفاضت الأرض بمائها حتى غرقت كل الأرض على أصح الروايات. قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. تخيل المنظر الفزع الذي وقع على أهل الأرض كلها، ولا سيما قوم نوح عليه السلام الذين حذرهم من قبل من هذا العذاب، وقلبه يتلهف لنجاة ابنه من الطوفان كما نفعل كلنا حال شطط أبنائنا وانحرافهم عن جادة الصواب. قال تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين. الولد يعاند ويلجأ إلى ما لا ينفعه ولا ينجيه،
والأب يدعوه إلى المركب ليكون من الآمنين، والحال كرب عظيم وأمواج عاتية كما هي أمواج الفتنة التي نعيشها هذا اليوم. ولو كانت فتنة اليوم صامتة ومتسللة إلى عقول أبنائنا بدهاء بالغ، ولم يبقى أمام نوح غير الدعاء بقلب الأب الجريح كما يفعل كل أب حريص على صلاح أبنائه. قال تعالى: نادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ففي النهاية ليس لنا من الأمر شيء مهما بلغ حبنا وحرصنا. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فقد لخص الأهلية بالعمل الصالح، وما أعظم هذا التشبيه. فمن أراد أن يكون له أثر في الدار الدنيا فليعد العدة ليكون ولده عملا جاريا من بعده، وقبل ذلك أن يكون عملا صالحا لنفسه. فالولد يعني عمل، وليس مجرد لعبة نلهو بها حين يكون صغيرا ونتحكم بمصيره حين يغدو كبيرا. للمتقين إماما. نأتي إلى الدرس التربوي السادس في قصة نوح عليه السلام. فهذه القصة لا تتوقف عند هذا الحد، بل تمنحنا درسا أسريا تربويا آخر. فالزوج مهما كان صلاحه قد تفلت الأمور من بين يديه، وقد تهوي زوجته إلى مهاوي الفساد، فلا يلقى كل اللوم عليه، لأن لكل فرد من أفراد الأسرة مسؤولية فردية خاصة سيسأل عنها يوم القيامة. قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وأخيرا نجد أن لكل منحة مهما طالت نهاية. قال تعالى: قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. للمتقين إماما. إن ظهور النتائج من وراء هذا الابتلاء العظيم وانكشاف حكمة الله سبحانه وتعالى وقدرته تقع في هذه الآية. قال تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. نعم يا نوح اهبط بسلام. السلام ذاك الحلم الجميل الذي يسعى له كل الصالحون. اللهم أنت السلام ومنك السلام، ندعوك أن تجعلنا وكل أبنائنا وأهالينا في سلام وسعادة. ما أتمناها لكم ولأبنائكم ولكم مني أجمل سلام.